السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة هنعمل أكلة جديدة، أكلة حلوة برضو ومغذية وسهلة. هتقولوا كل حاجة عندي سهلة، بس لا والله الأكلة دي سهلة برضو. عبارة عن فراخ، ما احنا شايفين كده. أنا كنت المفروض الفرخة تبقى سليمة، بصراحة بحب أسلقها سليمة عشان وهي متقطعة كده بتكش، مش عارفة بشكلها كاشش كده، بس لقيت بتاع الفراخ هو لقيته جابها لي متقطعة، مش مشكلة. فرخة عادي هسلقها وبعد كده أحمرها عادي، سواء عايز تحمريها تدينيها صلصة تحطيها في الفرن، أو تحمريها على الطاسة من فوق. أنا إن شاء الله هحمرها على الطاسة من فوق وآخد شوربتها أسوي فيها فريك. يعني هعمل فراخ بالفريك، يعني فريك مش هحشيه طبعا فيها، لكن زي ما احنا شايفين الفريك اهو انا نقعاه من امبارح وانا بصدم فريك الضحى، بيبقى نضيف ومش بنقيه خالص وممتاز فريك الضحى بصراحه. نقعاه من امبارح طبعا لازم، وبعد كده اصفيه من ميته. ولما الفراخ تستوي طبعا كل حاجه هتشوفوها معايا خطوه خطوه، بس انا بقول لكم كده يعني باختصار. في الاول الفراخ هسلقها واحمرها واخد الشوربه اسوي فيها الفريك، وهنشوف ازاي طريقتي في تسوية الفريك ده، يعني الطريقة دي ايه. يعني الاول حاطة مية على النار عشان الفراخ، وبسلقها عادي. بحط طبعا ملح مش دلوقتي خالص، بحط فلفل اسمر وحبهانة، دي بس اللي عندي، هبقى اشتري لسه يعني، وفصين مستكة بس ما نكترش من المستكة عشان بتمرر، وحبة من ورق اللورة، عندي حبة ورق لورة احطهم طبعا. وهستخدم في الشوربه بصل اللي انا كنت ايه اهو ده، يعني عقبال ما الميه تغلي هيكون البصل ده حل. دي ميه بصل او عصير بصل اللي انا بستخدم اي بصل مثلا واصفي ميته بشيله زي ما قلت لكم واستخدمه في الشوربات اهي، جه وقتها اهو دلوقتي قبل ما الميه تغلي هتكون ده حل، لان الدنيا حر والمطبخ بيبقى حر يعني. فهنستنى الميه لما تغلي واحط فيها البهارات دي ومية بصل وهرجع لكم تاني. المية غلت اهي بتاعت الفراخ، هنزل فيها الفراخ. انا بحب يعني اسلق الفرخة سليمة على اساس ايه انها، وبعد كده اقطعها يعني على اساس ان لما بسلقها وهي متقطعة كده الصدر بيكش، بيبقى منظره يعني مش حلو، بس هو بتاع الفراخ ايه لقيته جابها لي متقطعة. حطيت الفرخة وهحط بقى ايه المستكة، ما كترش من المستكة، وفلفل الاسمر واللورة والحبهانة اللي عندي حطهم اهو. طبعا الملح مش دلوقتي خالص، الملح لما الفرخة تبقى ايه تقرب على السوا يعني نحطها، نحط الملح. احرك كده الحاجة اللي حطيتها، ناقص بس ايه البصل، مية البصل عشان انا نسيت انزلها من الفريزر، بس قربت اهي، قربت تحل، طلعت اهي شويه وتحل، واحط منها حته. ولما تستوي بقى لو تسلق الفرخه نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. لسه الفرخه بتستوي اهي، لسه ما حطيت لهاش الملح، حطيت لها كل التوابل اللي احنا شفناها ما عدا الملح قرب السوا. احط لها حبه ملح يغلي معاها غلوه اتنين وادفي عليها. وبعد كده هو زي ما احنا قلنا اللي هنحتاجه تاني برضو فريك، زي ما قلت جيب من فريك الضحى ونقعاه بالمنظر ده، هصفيه بقى من المية بتاعته دي عشان استخدمه. وكمان هحتاج بقدونس وصلصة، صلصة من صلصات من صلصة البرطمانات، اشوف هعمل الفريك ازاي بيبقى جميل ولذيذ. طبعا الفراخ انا ما جبتش طريقه ايه غسلها لان معروفه وعملناها كتير، بس هقول لكم برده ان انا بحط الفراخ بغسلها وبحط الفرخه في ميه وفيها حبه ملح وخل وليمون، انا بحب احط خل مع ليمون، وانقعها فيها كده لمده نص ساعه. بعد كده بعد ما تعدي النص ساعه او ساعه الا ربع اروح شطفها كويس جدا من الخل والملح والليمون، واحطها في ميه نظيفه خالص بس كده شويه، برده ربع ساعه تلت ساعه ممكن نص ساعه، وبعد كده اشطفها واحطها بقى في الميه لما تغلي. دي طريقه غسل الفراخ وبقت معروفه يعني وكل ست عارفاها. لما تيجي بقى الفراخ تستلق خلاص كده هطلعها من الشوربه واخد الشوربه واشوف هعمل بيها ايه.
خليكم معايا. دلوقتي الفرخة سلقت خلاص، طلعتها من الشوربة، والشوربة هي ركزتها وخليتها كويسة، وصفيت الفريك اهو صفيته، وحطيته في حلة، وهحط عليه بقى شوربة من بتاعة الفرخة. شيل ورق اللورة ده، احط شوربة من شوربة الفرخة اللي انا سلقتها فيها يعني، بحيث ان انا ايه احط شوربة كتيرة يعني تغطيها وتزيد، لانه هو هيستوي في الشوربة دي، واسويه بقى في الشوربة كأني بسوي خضار، اي خضار عادي يعني. اهي كده هو، واحط معاه فص ثوم مفروم، دلوقتي هفرمه. يعني هسوي الفريك في الشوربه بقى، ازود الشوربه شويه عشان تستوي، وكل ما الاقي ان الفريك محتاج شوربه وهو بيستوي ازود شوربه لغايه ما الاقي الفريك استوى، ولازم يبقى فيه شوربه، لان الشوربه دي احط فيها صلصه زي الخضار كده لما بنسويه بيبقى فيه طبعا الصلصه بتاعته، هو نفس الشيء ده. يعني هطبخ الفريك بالطريقه دي، ولع عليه النار. يعني اكله سهله ولا مش سهله؟ سهله جدا، مجرد ان انا سلقت الفرخه وحطيت وطبعا الفريك نقعاه، وحطيت على الفريك شوربه من شوربه الفرخه اللي استوت، وهسويه فيه، وهشوف بعد كده هعمل ايه، وهحمر الفرخه وخلاص كده. اهو خلي الفريك يستوي، وزي ما قلت اجيب فص ثوم ابشره او افرمه يعني، واحطه مع الفريك عشان يديه طعم حلو. فص ثوم اهو، فص واحد بشرته بالمبشره الصغيره بتاعتي، وهحطه على الفريك، ده هيديه طعم حلو. وانا اوريدي الشوربه بتاع الفريك حاطه فيها بصل، ميه بصل، فمش هحط بصل تاني. في ناس بتطبخ الفريك برضو زي ما قلت بتسبيكه، يعني بيقلوا الاول البصله ويحطوا ثوم، وبعد كده يحطوا الصلصه، وتسبك الصلصه وحاطين الفريك زي اي خضار متسبك. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ما بعملش اكلي مسبك، بعمله ني في ني بالشكل ده، بيبقى طعمه جميل جدا زي المسبك، ويمكن احلى والله كمان. عادي انا الشوربه حطيت فيها بصل عادي، اللي هو شوربه الفراخ، حطيت فيها ميه بصل او بصل مبشور عادي، وحطيت الشوربه على الفريك، فمش هحط بصل بقى خلاص كفايه كده، فحطيت فص ثوم مبشور مع الفريك، هديله طعم ايه لذيذ برضو. وادي مستنيه الفريك اهو يستوي في الشوربه، ونشوف هنعمل ايه. الفريك اهو لما قرب يخش في السوا، حطيت له صلصه، صلصه من عادي من البرطمانات، هزود له حبه كمان. كأني بطبخ عادي جدا يعني. ولازم ادوق الملح برضو، اشوف لو محتاج ملح ازود. انا عاملاه بالشوربه بتاعت الفرخه، حطيت في الشوربه ملح، بس برضو يمكن يحتاج ملح ازود حبه برضو، لازم ادوق الاول عشان ميبقاش حادق يعني. وحطيت الصلصه اهو زي ما احنا شايفين، ولسه طبعا في بقدونس هيتقطع ويتحط ايه على الطبق من فوق، يبقى حلو قوي. دلوقتي بقى ايه، احضر الطاسه عشان نحمر فيها الفراخ. خليكم معايا. الفريك خلاص استوى، شايفين اهو استوى، وحطيت له الصلصه وظبطت الملح، خلاص هغطي عليه بقى، طفيت عليه النار خلاص. دلوقتي بقى ايه، جبت طاسه حطيت فيها سمنه، ممكن زيت عادي، واحمر فيها الفراخ. اللي مش عايز يحمر الفراخ ممكن يدهنها صلصه، يجيب صلصه يخففها بحب الزيت ويدهن بيها الفراخ، ويدخلها الفرن تحت الشوايه هتتحمر برده وتبقى حلوه. احمر الفراخ، احمر الفراخ بقى ان شاء الله، وهرجع لكم بقى في التقديم النهائي لما اقدم الفراخ مع الفريك. في الاول قبل ما اخلص
طبعا الفريك سهل قوي، لازم يتنقع الاول، وفريك الضحى ده احسن حاجه، مش هتنقيه ولا يتعب عينيكي ولا حاجه خالص، ولا تزهقي من التنقيه. فريك الضحى هتنقعيه الكميه اللي انت عايزاها، سواء كوبايه او كوبايتين، تنقعيهم قبلها بيوم، بعد كده تاني يوم تصفيه من الميه بتاعته، وتكوني سالقه الفرخه عادي، وتاخدي شوربه الفرخه على الفريك، وتحطي بعد كده لما قرب السوا تحطي الصلصه، صلصه برطمانات عاديه، وفص ثوم مفروم، وتظبطي الملح وخلاص، كأنك بتسوي خضار عادي. وبعد كده هنحمر الفراخ ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي اخيرا خلاص الاكل خلص، ادي الفريك بالصلصه اهو، وحطيت على الوش بقدونس، برضو ممكن لما يتقدم كل واحد ياخد حبه في طبق، يبقى على الوش برضو يتحط بقدونس. وادي الفريخ حمرتها، وده كانت اكلتنا النهارده، فريك وفراخ محمره. يا رب تكون عجبتكم، واذا عجبكم الفيديو لا تسيبوا تعليق حلو كده تحت، تقولوا ايه رأيكم في الفيديو دوت، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس، وتشيروه للاهل والاحباب، ويا ريت يعني يا ريت ما تنسوش اللايك، لان ده مهم جدا. في كتير ناس بتنسى، يعني بتخش تشوف الفيديو وتنسى تحط لايك. فبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اكلة جميلة ومغذية، الفريك مغذي جدا وطعمه حلو برضو، واكله سهله وسريعه، مفيهاش حاجه غير ان انا انقع الفريك بس، واسلق الفراخ، وبعد كده كله سهل. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر.